رغم التكهنات واستطلاعات الرأي في الولايات الأمريكية المختلفة لمعرفة المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية، فإنها لا تخلو من المفاجآت في كل مرة. والانتخابات هذا العام طابع خاص إذ شهدت منعطفات حادة، فبعد انسحاب بايدن المفاجئ وإعلان تأييده لنائبته كامالا هاريس، لم تدخر الأخيرة جهدا في محاولة سحق خصمها الجمهوري، وخصوصا عبر المناظرة التاريخية بينهما والتي كانت هاريس مهيمنة فيها بحسب مراقبين. ووسط حسابات الأرقام يبرز تنبؤ لافت من المؤرخ الأمريكي آلان ليشتمان، الذي يقول إنه يستخدم طريقة استشرافية أطلق عليها المفاتيح 13، سبق وأتاحت له فعلا الإعلان المبكر عن نتيجة 9 من 10 استحقاقات رئاسية أمريكية بشكل دقيق، تنبأ هنا بفوز هاريس على ترامب. في المقابل لا يمكن الاستهانة بخصم يتمتع بقاعدتين جمهورية وجماهيرية كبيرتين، فترامب الشخصية الاستقطابية في مجتمع لا يزال منقسما بشدة، يلعب على الوتر الاقتصادي المتردي مستفيدا من السخط الشعبي بعد أن واجهت إدارة بايدن تحديات كبرى أبرزها البطالة والتضخم. وفي حين أن استطلاعات الرأي الأمريكية تشكل دليلاً مفيداً على مدى شعبية المرشح في جميع أنحاء البلاد، إلا أنها ليست بالضرورة طريقة دقيقة لحسم نتيجة الانتخابات. وإذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن هاريس وترامب يفصل بينهما 0.2 نقطة مئوية على المستوى الوطني، وفي الولايات المتأرجحة يبقى السباق متقاربا جدا، ويظل التكهن أصعب من أي وقت مضى، بينما إذا كنا سنشهد ولاية جديدة للرئيس السابق أو انتخاب أول رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية.